السلام عليكم. بالنسبة للمباراة خطرنا لها كما يسمى حاولنا نوقفوا المدرب، فوقفنا 45 دقيقة، اللاعبين لديهم مجهودات كبيرة. الشوط الثاني كما نقولوا لعبنا أمام فريق محترم ومعروف في الساحة الكروية كما السيادة ماركوت، هذا هو درنا اللي علينا، سينا نقدموا الشيء اللي عندنا كامل، ما نحشموش بالنتيجة اللي أمام فريق الاتحاد العاصمة. بالنسبة لنا كان حلمهم تحقق، لعبنا أمام الاتحاد العاصمة نادي كبير حصل على كأس الإفريقية هذيك ومساعدة المهمة، الحمد لله باقي كبير هذاك اللي لعبنا أمام جمهور الاتحاد العاصمة وأمام فريق الاتحاد العاصمة. قدمنا اللي علينا وان شاء الله نكونوا قدمنا مردود مليح، وهذه الخساره ما نحشوش.